مكتبة أفكار لمشاريع سكنية أو تجارية سواء كنت أنت المهندس أو صاحب المشروع مكتبة أفكار لمشاريع للكليات الهندسية اللي بتدرس تصميم داخلي مكتبة قوية جدا لو بتدور عن كونسبت لمشروع التخرج وتغذية بصرية رهيبة شوية ستايلات وترز كده على الماشي تعالوا أنا مهندسة أي نصر ويلا نبدأ أهلا بكم دي سلسلة فيديوهات جديدة على قناة كورس ديكور على يوتيوب مكونة من 46 فيديو السلسلة دي هتكون متاحة حصريا دلوقتي للمشتركين في عضوية القناة من هنا من جوين أو انتساب الفيديوهات ملغمين حرفيا بأفكار مشاريع تخرج لأي كلية هندسية بتدرس تصميم داخلي وحقيقة تغنيكم عن أنكم تنزلوا مكتبات أو تعملوا سيرش كتير على الإنترنت فيهم افكار للديكور والتصميم الداخلي لاي مشروع سكني او تجاري زي محلات او مطاعم وغيرهم سواء كنت انت المهندس او صاحب المشروع وبتدور على افكار هتتعلم منهم كتير جدا عن ثقافات البلاد والديكورات وده هياخدنا شويه في حته الطرز او ستايلات الديكور هتلاقي في الفيديوهات دي افكار ديكور عقله وافكار مجنونه جدا وجريئه وعايزه مهندس وعميل قلبهم جامد جدا علشان ينفذوها كل المطلوب منكم علشان تستفيدوا الاستفاده الكامله تتابعوا كل الفيديوهات وتكتبوا ملحوظات عندكم في الورقه دي، الورقه اللي قدامكم دي تقدروا تحملوها من تحت الفيديو، مهم جدا كمان تاخدوا سكرين شوتس للافكار اللي هتعجبكم في الفيديوهات، هيكون فيه في الجزء ده من الشاشه دايما كود للفيديو وهيكون مكتوب نفس الكود في عنوان الفيديو على القناه علشان تقدروا توصلوا بسهوله للفيديو اللي واخدين منه السكرين شوت، وهيكون كمان مكتوب في ديسكربشن الفيديو واول تعليق كل لينكات فيديوهات السلسله بتفاصيل كل فيديو فيهم، بصوا دايما في الديسكربشن او صندوق الوصف هيكون مفيد جدا في السلسله دي. مش قادرة أوصف لكم كم الأفكار اللي هتاخدوها أنا شخصيا استفدت جدا وتعلمت كتير قوي منها وتعلمت عن ثقافات وديكورات مميزة لبلاد أنا ما كنتش أعرفها قبل كده هسيبكم مع مجموعة من الأفكار اللي هتعدي عليكم في الفيديوهات وأتمنى جدا تحمسكم إنكم تشوفوا السلسلة كاملة الفيديوهات مش هتكون طويلة هتكون في حدود من 10 ل 15 دقيقة لكل فيديو علشان تقدروا تشوفوا الفيديو كامل وما تركيزكم ركزوا جدا في التصميمات تصميم الوحدات السقف الارضيه، الحوائط، علاقتهم ببعض، الالوان، الخامات، والاضاءات، وما تنسوش تكتبوا النوتس في الورقه دي، وكالعاده النقاش هيكون مفتوح تحت كل فيديو، وحابه جدا انكم كمان تتناقشوا مع بعض وتقولوا رايكم وتقييمكم كمهندسين وكمشاهدين، وهكون سعيده جدا لو ساهمتم في انتشار الفيديوهات دي بالشير علشان الكل يستفيد وتشجعوني كمان اني اكمل.